بعد 35 يوما وصلت رحلة الطريق إلى داكار إلى نهايتها. بعد رحلة المغامرة والتشويق التي انطلقت من العاصمة طرابلس وصولا إلى السنغال بمشاركة 30 مغامرا من مختلف أنحاء الوطن على متن 13 سيارة رباعية الدفع. رحلة الطريق إلى داكار التي انطلقت من طرابلس من ليبيا إلى تونس، عبور الجزائر، موريتانيا، ثم إلى آخر نقطة السنغال والعودة. الرحلة بقت حوالي شهر وخمسة أيام، بالتحديد 35 يوما. المحطة الأخيرة اللي كانت هي اليوم مدينة غدامس. طبعا رحلة كانت شاقة جدا. الفريق كان متكون من 30 شخص وحوالي 13 سيارة. أكثر من 11,000 كيلومترا قطعهم الفريق المغامر عبر متاهات أدغال وصحراء القارة الأفريقية في رحلة تعتبر الأولى من نوعها في ليبيا. رغم بعض المصاعب التي واجهتهم خلال الرحلة إلا أنهم وصلوا إلى مدينة غدامس لتكون خاتمة لمغامرتهم الأفريقية. اليوم وصلنا إلى أرضنا، أرض الوطن الحبيب ليبيا، بداية بانتهت الرحلة وبداية إلى غدامس. أنهينا رحلتنا بزيارة لمدينة غدامس. لما دخلنا إلى غدامس حسسنا إحساس طيب جدا، لأن وصلنا لأرض الوطن والشعور، وانتهت الرحلة وكل المشقة بدخولنا إلى غدامس. رحلة جسرت ترابطا وطنيا وأخوة بين كامل الفريق ليرسلوا برسالة سلام ومحبة، مظهرين وجه ليبيا الحقيقي لدول جوارها، ليصبحوا سفراء السلام لها عبر رحلة المغامرة التي خاضوها.